هذا وياي واحد ما اقدر اذكر اسمه يشتغل باحدى العتبات. قبل كم يوم طلعوا من شباك، ايش قد طلعتوا من الشباك؟ 8 مليارات. 8 مليارات، وين وديتوهن؟ الامانه. الامانه لمن تابعه؟ الحكيم. العمار الحكيم، خوش، اللي هذا اللي قاله بس اصبع بناله مرقد اكبر من الامام علي، خوش؟ شباك الامام العباس ايش قد يطلعون من عندك كل 3 ايام او كل اسبوع؟ مليارين. مليارين، هاي شباك الامام الحسين وشباك الامام العباس والخمس والذبايح وشباك وضريح الامام علي. خابتوا اهل العتبه من نعلى على ابهاتكم، من صغيركم ولحد كبيركم، كافوا بكتونا عنهم وبزعتونا الحياه باسم الامامه، حاطيكم تاير على روسكم، ما خليت لا فقير ولا جاهل ولا اسلام. عمي كافي هسه الخمس، هاي هسه مثلا ضريح شريفه بنت الحسن، خوش تطون هسه بس للحله للفقراء، بس للفقراء مال الحله بعد ماكو فقير. ضريح الامام العباس والحسين للفقراء مال كربلاء بعد ما يبقى فقير. ضريح الامام علي للنجف بعد ما يبقى فقير. كافي عم بكتونا باسم الدين وباسم السياسه، نعلى على ابهاتكم، اشتعلت موتاكم.